السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن السيارة هيونداي اي 10 موديل 2020 وإعلان غبور عن بداية بيع السيارة هيونداي اي 10 الموديل الجديد. لو حسيت انك استفدت من الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا جديدة. نبدأ على بركة الله. هيونداي بتقوم بإطلاق السيارة هيونداي اي 10 موديل 2020 بشكل رسمي في الأسواق المصرية. الشركة وفرت موديل جديد من العربية دي اللي جاي بنفس المواصفات بتاعة الموديل اللي فات بدون أي تعديلات، وهي عربية هاتشباك بتنافس في فئة سعرية ما فيش فيها عربيات كتير، لكنها بتعتبر منافس جيد، فهي سيارة سيدات في المقام الأول، بتنافس عربيات زي فيات بونتو، فورد فيستا، رينو سانديرو وكتير من العربيات التانية الهاتشباك الموجودة في نفس الفئة السعرية. بتعتبر الهيونداي اي 10 زي بيكانتو، بس بيكانتو طبعا متواجدة في فئة سعرية أعلى، مش فاهم ليه برضو ما بتقدمش أي قيمة مقابل سعر. مواصفات هيونداي اي 10 2020: محرك 4 سلندر 1200 سي سي، قوة المحرك 87 حصان، عزم الدوران 120 نيوتن متر، الفتيس اوتوماتيك من 4 سرعات، أقصى سرعة العربية 160 كيلومتر في ساعة، سعة خزان البنزين 43 لتر، موجود فيها أنظمة الفرامل ABS وEBD، فيها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، إيموبلايزر ضد السرقة، جنوط 15 بوصة، كشفات ضباب أمامية، فيها حساسات ركن خلفية، فيها فتحة سقف وشنطة خلفية بسعة 252 لتر. العربية نازلة بفئتين بتبدأ من 230 ألف جنيه لأول فئة لحد 250 ألف جنيه لأعلى فئة. في الفئة السعرية دي في كتير من العربيات السيدان زي فئة تيبو وام جي 5 بتزيد الفئة الأولى عن الفئة الثانية. الفئة الأولى نازلة بجنوط وسبويلر خلفي، فرامل ABS، وسائد هوائية، إيموبلايزر، حماية من السرقة. الفئة الثانية بتزيد على الكلام ده مراية كهرباء، قفل مركزي للأبواب، كشافات ضباب، حساسات خلفية. ما تغيرش سعر موديل 2019 على 2020. العربية بنفس السعر. تسعير العربية إلى حد ما مرتفع لأنها موجهة بشكل أساسي للسيدات، فهي عربية حجمها صغير. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.